نروح لأخبار النادي الأهلي اللي لا تقل أهمية عن أخبار نادي الزمالك، مجموعة كبيرة من الأخبار هبدأها مع لجنة الكرة في النادي الأهلي ولجنة التخطيط اللي بيرأسها الكابتن محسن صالح، اللي عقدوا جلسة مع حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة الفريق الماضية في الدوري العام الممتاز. فتحوا له كده موضوع ان شاء الله بعد مباراة السوبر المحلي امام نادي الزمالك المقرر ليها يوم الجمعة المقبل هنكون في قاعدة كده عشان نعرف طلباتك المادية من اجل مفاتحته في تمديد عقده، وده بناء على التوصيات من كولر اللي طلب كل اللعيبة اللي موجودين حاليا داخل النادي الاهلي ان هم يحافظوا عليهم، وخصوصا اللعيبة اصحاب الخبرات، يعني اللعيبة المتمرسة في النادي الاهلي بقى لها فترة وبتشارك كمان بصفة مستمرة، وحسين الشحات واحد من هؤلاء اللاعبين. فبالتالي هنشوف جلسة خلال الايام الماضية وهنعلن عن خبر هيكون اكيد حصري باذن الله عن تجديد حسين الشحات عقده مع النادي الاهلي. ممكن ما نروحش لحته الطلبات الماديه، ولكن يعني الخبر المؤكد ان هو هيكون في جلسه باذن الله عقب مباراه السوبر عشان نعرف طلبات حسين الشحات من استكمال عقده ومسيرته مع النادي الاهلي. اللاعب مكمل طبعا، كان في مغريات قبل الموسم، كان في مغريات وانديه بتحاول انها تتعاقد معاه او توري له نيتها، خلي عقدك ينتهي مع النادي الاهلي وبعد كده احنا موجودين والبوابه موجوده، ولكن بدون ذكر اسماء الانديه دي. ولكن كان في ضغط كبير جدا على حسين الشحات قبل بدايه الموسم، ولكن هو متوسط باستمراره مع النادي الاهلي، هو بالفعل بعد عودته من التجربه الاحترافيه كان متمسك بشكل كبير جدا ان هو يكمل مسيرته وينهي مسيرته كمان داخل النادي الاهلي. كمان نروح لخبر خاص ب اللعيبة اللي على قائمة الانتظار. حضراتكم عارفين ان محمد محمود وزياد طارق مش مكملين مع النادي الاهلي وموقفهم حرك شوية، وخصوصا ان هما كان عندهم عروض كتيرة جدا خلال الفترة الماضية، ولكن لبعض الظروف سواء بالطلبات المادية او عدم رغبة اللاعب بخوض تجربة الاعارة الاتنين كملوا مع النادي الاهلي وفوجئوا بقرار كولر بمنعهم من التدريبات، ويعني نزلوا التدريبات وبعد كده مش هيكملوا التدريبات. موضوع كبير جدا، ولكن اللي يشفع للعيبة دي خلاص ان خلاص باقي شهرين ان شاء الله يعدوا على خير، المهم ان هم يحافظوا على مستواهم. فبالتالي النادي الاهلي بيسعى لتسويقهم في فتره الانتقالات الشتويه، والتركيز الاكبر كمان على نجم فريق الشباب زياد طارق اللي تالق مع النادي الاهلي في اخر مباريات اللي بدا النادي الاهلي يعتمد على اللعيبه الشباب في نهايه الموسم الماضي بعد مجموعه من النتائج السلبيه، وكمان عشان يريح اللعيبه الاساسيين. فبالتالي زياد طارق قد يكون نجم في احد الفرق ويستغل فتره الاعاره ويبدا مشوار جديد، والاعاره دايما انا بقول ما بتقللش من اي لاعب، بالعكس بتتيح لي الفرصة بالظهور للمنتخبات الوطنية، بتتيح لي كمان الفرصة بأن هو يكون متواجد في بطولة الدوري ويشارك بشكل أساسي كمان. دايما بيبقى في منافسة أقوى في أندية القمة بسبب وفرة اللعيبة، ولكن دايما في أندية بتبقى محتاجة مواصفات اللاعب ده وبيبقى في ندرة شوية عندها في إمكانيات اللعيبة اللي دايما بيبقى عندهم تالنتس أو موهبة، وزياد طارق واحد من هؤلاء اللاعبين.